وبشأن افتتاح المنافذ الحدودية بين العراق وسوريا، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور خضير كاظم حمودي. دكتور خضير مرحبا بكم. يعني نواب يقولون إن 6 منافذ حدودية تسيطر عليها الميليشيات بعد نهاية الدوام الرسمي يوميا. بداية، ما حجم نفوذ الميليشيات على تلك المنافذ دكتور خضير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أغلب المنافذ الحدودية تسيطر عليها الميليشيات التابعة للحكومة العراقية والمرتبطة أساسا بإيران. وهذه تشكل حالة خطرة وغير طبيعية لسيطرتهم على المنافذ الحدودية، والتي من خلالها وردت إلى أغلب محافظات البلد المخدرات وبعض الأطعمة الناسبة الاستهلاك للعنصر البشري وغيرها من الأمور المختلفة. نعم دكتور خضير، يعني سيطرة الميليشيات على المنافذ الحدودية، هل سيؤثر على الاقتصاد العراقي برأيكم؟ بالتأكيد الميليشيات غير مرتبطة بأجندة الدولة العراقية أو الحكومة العراقية، وبالتالي تصاحب هذا الدور الذي تقوم به وبالأخص في المنافذ الحدودية كثير من الاعتبارات التي تؤدي إلى انهيار الجانب الاقتصادي في العراق، سيما وأن العراق الآن يمر بأزمة خانقة نتيجة اعتماده على النفط وعدم رصد موازناته التقديرية بأي جوانب صناعية وزراعية وتجارية وإلى آخره من الأمور ذات الأهمية. لذلك أصبحت هذه المنافذ مرتعا خصبا للتكتلات والأحزاب السياسية، والتي تمتلك إمكانية تكوين تلك الميليشيات التي تتبع إلى إيران على وجه الخصوص. طيب دكتور، هل ستؤثر سيطرة الميليشيات على مشاريع الاستثمار في العراق؟ خاصة يعني ربما أن تعلم مني أن هناك مقولة تقول بأنه رأس المال جبان يتصف بالخوف، هل سيؤثر هذه السيطرة على الاستثمار في العراق؟ بالتأكيد حركة الاستثمار مرتبطة بطبيعة الاستقرار السياسي والأمني في البلد، والعراق الآن غير مؤهل لاستقرار سياسي وأمني، وبالتالي التوجه الاستثماري سواء الأجنبي أو حتى من الداخل لا يحددون الاستثمار في ظروف عدم الاستقرار السياسي. دكتور، ما هي الشروط، دكتور عفوا المقاطعة، ما هي الشروط التي يجب أن تتاح للمستثمر كي يستثمر في العراق مثلا؟ الشرط الأساسي المستثمر حينما يمتلك المال يريد أن يقوم بالاستثمار في بيئة استثمارية آمنة ومستقرة سياسيا، لأن لا يريد أن يضحي بأمواله في ظرف غير مستقر، وهذا مما يحجب العديد من المستثمرين في توجه الاستثمار بالعراق، وبالتالي يؤثر على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يفترض أن تستهدفها الدولة، لأن أساسا الدولة ليست قادرة على السيطرة على كل مقتضيات الوجود السياسي والأمني في البلد. من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور خضير كاظم حمودي، شكرا جزيلا لكم.